بكم أعزائي المشاهدين إلى حديث المساء. قالت مصادر إعلامية ومطلعة وأيضا حكومية في مدينة عدن أن طائرة المرتبات الحكومية والتي كانت قد تعثرت من الوصول إلى عدن قد وصلت إلى العاصمة المؤقتة، وبحسب رئيس الوزراء فإن الصرف سيستمر خلال أيام العيد للموظفين المدنيين والعسكريين. وقال في تصريح على صفحته على تويتر وعلى فيسبوك بأن الحكومة وعدت الموظفين ولكي يكون العيد عيدين، وأنها ستشرع في صرف المرتبات منذ غد يوم الوقفة وكذلك يوم العيد وخلال أيام العيد جميعا للموظفين العسكريين والمدنيين خاصة في المناطق المحررة. حول هذا الموضوع ينضم إلي نبيل جامل مستشار محافظ تعز، خاصة هذه المحافظة التي كانت قد شهدت الكثير من الاعتصامات والإضرابات والمسيرات المطالبة بصرف المرتبات. ماذا سيكون وضعها؟ هل هناك خطة أيضا لصرف المرتبات لتعز أم لا؟ هذا ما نستفسره من الأستاذ نبيل جامل مستشار محافظ تعز. أستاذ نبيل أهلا وسهلا، ما هو وضعكم كمحافظة في صرف هذه المرتبات الأخيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أهنيك أستاذ عبد الله وأهني المشاهدين الكرام بحلول عيد الأضحى المبارك. نقول تعز تمر بمأساة في قضية الرواتب. اليوم ندخل نحن الشهر 11 بدون رواتب، هذا طبعا للسلك المدني بشكل عام. أيضا الأخوة في القوات المسلحة والأمن تم صرف رواتب متقطعة على مدى الفترة السابقة على دفعتين. كان الأصل أن اليوم تصل رواتب شهرين كما تم الإعلان وإبلاغ الأخوة سواء في قيادة المحور والأمن من قبل المنطقة الرابعة وأيضا من قبل وكيل وزارة الداخلية، ولكن نقول للأسف الشديد حتى اليوم وحتى هذه اللحظة لم يصل شيء إلى تعز، لا رواتب المدنيين ولا رواتب العسكريين. نستغرب من الشغل الأخوة في الحكومة، هذا الشغل الذي وكأنه شغل سندوتشات. بكرة يصادف اليوم التاسع من ذي الحجة يعني قبل العيد بيوم، ويقولون سيستمر صرف الرواتب، وللأسف الشديد والشديد جدا أنهم يتكلمون عن رواتب الأخوة في الجيش الوطني والآن، ونقول هذا لهم أولوية يوجدون في المدارس، ولكن القطاع المدني وهو القطاع الكبير الذي يتجاوز عدد الموظفين في تعز أكثر من 68,000 موظف، ماذا مصيرهم؟ ولهم 11 شهر، وأيضا هناك الكثير من هؤلاء المدنيين أيضا للأسف الشديد منخرطين أيضا في بعضهم في الجبهات ولم تطلع أسماءهم، لم يسلموا حتى رواتب في الفترة السابقة. نعم. تعز بالنسبة لمجال الرواتب تعيش فعلا في مأساة كما ذكرت أنت سالفا. خرجت هناك الكثير من المظاهرات، تم النزول إلى عدن كثير من اللجان اللي تمثل النقابات واللي تمثل الأحزاب، ولم نرى غير وعود، ونرى أيضا توجيهات. الأخ محافظ المحافظة قبل أسبوع يعطى توجيهات من رئاسة الجمهورية من رئاسة الوزراء بصرف رواتب المدنيين، ولكن للأسف الشديد لم تلاقي. هل يوجد في عدن حكومة غير الذي يمثلها معالي الدكتور عبيد بن داغ أحمد عبيد بن داغ؟ هل توجيهته لا ترى النور في البنك نعم. المركزي أو في المالية؟ أستاذ نبيل على الأخوة في وزارة المالية وفي البنك المركزي في عدن. نعم، سأنقل أسئلتك إلى الأستاذ غمدان الشريف السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء. غمدان، حدثنا عن الصرف الأخير، كيف ولمن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، والشعب اليمني بألف صحة وعافية، ونتمنى أن تعيد هذه المناسبة وقد تحقق لشعبنا اليمني ووطننا الأمن والاستقرار. أخي العزيز، الكل يدرك مدى الصعوبة والظروف التي تعيشها بلادنا جراء الانقلاب الغاشم على الدولة وعلى المخرجات الحل في اليمن، والتي شنتها هذه الميليشيات الانقلابية الحوثي وصالح على الدولة، وصادرت كل القيم والحريات وما فيها الإرادات. الحكومة عملت جاهدة خلال الفترة الماضية على وبالقلة الإمكانيات وبالإرادات الصحيحة،
على تطبيع الأوضاع وعودة مؤسسات الدولة للعمل. الحمد لله تجاوزنا ذلك وصرفنا المرتبات الموظفين في المحافظات المحررة، وأنا أتكلم عن المحافظات المحررة باستثناء محافظة تعز التي كانت كل جميع إيراداتها تذهب إلى الميليشيات الإنقلابية في صنعاء بحكم أنها لم تكن حينها محافظة محررة. تعز تحرر منها الكثير من المديريات والمدن، ولكن لم تتحرر الإيراد. إلى يومنا هذا لدينا مشكلة في تعز أن جميع إيرادتها تذهب إلى العاصمة صنعاء إلى يد الميليشيات الإنقلابية، وهي تسيطر على هذه الإيرادات دون أن تسخرها لصالح هذه المدينة. لذلك هناك إشكالية كبيرة في تعز، ومع هذه الإشكالية الحكومة وجهت وصرفت مرتبات بعض المرافق الحكومية ما فيها التربية والتعليم لشهر واحد، وتسعى جاهدة لصرف المرتبات متتالية، ولكن تبقى هناك إشكالية صعبة للعجز الإيراد وعدم تسخيره إلى البنك المركزي عدن. بخصوص المحافظات الأخرى فأنا أكد لك أن جميع الموظفين استلموا رواتبهم، المدنيين والمتقاعدين كذلك. بخصوص الجيش والأمن الذي وجه اليوم تصدر توجيهات الخمس الرئيس عقب وصول هذه رئيس الجمهورية بصرف رواتب الجيش، واليوم الحمد لله تم وصول الطائرة المحملة بالأموال إلى العاصمة المؤقتة عدن، وسيبدأ الصرف على الثور. يعني إن شاء الله بإذن الله يوم غد التاسع من ذو الحجة سيتم بدأ الصرف، تبشر لجان عملها حتى أيام العيد وكذلك في الإجازة، وذلك استشعارا بالمسؤولية الوطنية المرمى على عاتقها بالموظفين، وكذلك وفاء للجيش الوطني والأمن الذين يتصدرون ويدافعون عن الجمهورية والثورة ويدافعون عن مكتسبات الشعب اليمني. الحمد لله نحن نمضي بخطى ثابتة نحو الاستقرار، نحو التنمية، نحو خلق نوعا من التخفيف من معاناة المواطنين جراء هذه الحرب التي سبق أن ذكرت لك، ولكن الحمد لله نحن نمضي، وإن شاء الله الأيام القليلة القادمة ستشهد تحسن في جميع محافظاتنا فيها تعز. غمدان، المبلغ الذي وصل كم هو؟ والله ليس لدي معلومات عن المبلغ الذي وصل، وإنما الذي أؤكده أنه سيأتي بصرف المرتبات وغيرها من الاحتياجات الموجودة، وستصل الأموال إن شاء الله لاحقا. يقال أن هذه الدفعة هي الدفعة الأخيرة ولم يرى منها المواطنون شيئا، خاصة في المناطق الخاضعة للحوثي لم يستلموا مرتباتهم، وأن الإشكال ما بين قوات التحالف الحكومة هو للضغط لأجل صرف هذه المرتبات على الأقل للمعلمين في المناطق الخاضعة للحوثيين. هل سيتم الصرف لهم أم لا؟ أخي العزيز، غير صحيح ما يذاع وما يشار. الحكومة أرسلت الأموال إلى صنعاء وأرسلت أكثر من 12 مليار إليها، وحسب بي بحكم أن يصل الإيراد. الحكومة لديها سياسة نقدية بحيث أن يكون هناك مقابل كل إيراد مقابل كل إنفاق إيراد. إذا لم يكن هناك إيراد مقابل كل إنفاق ستهوي العملة إلى الحضيض وسيشهد الدولار إلى 1000 ريال. الحكومة لم تستخدم هذه السياسة، وإنما تشتري المشتقات النفطية رواتب الموظفين المدنيين من الإيرادات. لم تدفع الحكومة رواتب الموظفين المدنيين أو المتقاعدين من هذه الأموال، ولم تنفق على المشاريع من هذه الأموال. الحكومة صرفت بعض الأموال إلى هذه المشاريع، وإنما هي تستخدم سياسة أن يكون هناك إيراد مقابل أن يكون هناك إنفاق مقابله إيراد، وإذا لم يكن ذلك فإننا سنكون أمام شيء من قبيل تهاوي العملة. لذلك غير صحيح أن هناك شروط، أنه لابد أن يكون هذا الدولة ولديها أسسها ولديها القوانين المتبعة فيها، وليس هناك إشكالية كما ذكرت مع التحالف العربي يقف دائما إلى جانبنا ومعنا. لذلك أخي العزيز، المشكلة مع الميليشيات الإنقلابية أنهم لا يريدون أن يوردوا الإيرادات إلى البنك المركزي عدن، لذلك هم لا ويحصلون على 60% من هذه الإيرادات، ولذلك هم لا يسخرونها إلى لصالح المواطن. ولو سخروها لكانت المعاناة لدى الشعب اليمني في هذه المحافظات أخف بكثير مما هي عليها اليوم. نعم غمدان، إذن وأخيرا الصرف الأخير سيشمل أي الجهات وأي المحافظات أيضا؟ سيشمل رواتب الجيش والأمن في جميع محافظات الجمهورية دون استثناء وبما فيها تعز، ونحن نسعى بكل الجهود إلى أن نفي بالانتظام الرواتب للعسكريين والأمنيين
كما التزمنا بها في المدنيين والقطاعين الخاص، وكذلك تحسين مستوى الخدمات التي هي عادت اليوم إلى العاصمة عدن، وكذلك محافظات المحافظة الأخرى تعز بحاجة إلى دعمنا ومساندتنا، وهي حقيقة هي ذيل اهتمام رئيس الوزراء الدكتور أحمد البيت بن طغرل، وكذلك فخامة رئيس الجمهورية ونائبة. لذلك تعز هي قلب اليمن النابض، وهي نعم. ماذا عن المدنيين عموما؟ وإن شاء الله سنحقق لها ذلك. غمدان، ماذا عن المدنيين عموما وفي بقية المحافظات؟ جميع المحافظات المحررة، أكدت لك أخي العزيز، جميع الموظفين استلموا رواتبهم نهاية كل شهر، وليس لدينا أي مشكلة في بخصوص رواتب المدنيين. كل الموظفين المدنيين يعني تصرف كل شهر؟ نعم، تصرف نهاية كل شهر، وليس هناك أي عوائق. والأوضاع في المحافظات المحررة مستقر إلى حد كبير بخصوص يعني الخدمات. حضرموت، مارب، أي المحافظات التي تصرف؟ حضرموت، مارب، شبوة، أبين، نعم، عدن، لحج، ست محافظات. كل المحافظات المحررة دون استثناء، وستدخل مديريه المخا الى هذه المحافظات، الى هذه اذا سبع محافظات من 21 محافظه، وهو عدد قليل جدا. 11 محافظه تستلم اخي العزيز، مأرب، الجوف، 11 محافظه تستلم. نعم، اذا غمدان الشريف سكرتير رئيس الحكومه، شكرا لك. أيضا أعود إلى نبيل جامل مستشار محافظ تعز، يقول الشريف أن تعز تعاني من مسألة الإيرادات، وكل إنفاق يجب أن يقابله إيراد. لماذا لم ينتظم الإيرادات، إيرادات تعز إلى البنك المركزي في عدن على الأقل لكي ينتظم أيضا الصرف؟ أخي أقول أنه أداء الحكومة أداء ضعيف. المبررات التي تساق مثلا على سبيل المثال بإيرادات تعز، كان لنا اجتماع مع معالي الأخ رئيس الوزراء في رمضان الفائت، وقالها بالحرف الواحد: نحن في الحكومة لا نربط رواتب موظفي تعز بالإيرادات، لا تصلنا إيرادات مارب مع كل ما فيها من ثروة نفطية، ويتم دعم مارب بأكثر من 20 مليار. هذا كلام الأخ رئيس الوزراء اللي طرحه. نقول حقيقة الإيرادات في تعز، تعز لا زالت مدينة تربح تحت الحصار، لا يوجد فيها غير منفذ واحد فقط. تعز المديريات المحررة بحدود 12 مديرية فقط، بقية المديريات مع الانقلابيين. الجانب اللي يمثل جانب إيرادي قوي من مصانع وغيره يقع تحت سيطرة الانقلابيين. نقول 90% من إيرادات تعز اللي كانت تعطى سابقا تورد إلى البنك المركزي في صنعاء لا زالت تحت الانقلابيين. ومع هذا نقول لا، حتى اليوم لم يستطع الأخ محافظ المحافظة رغم التوجيه التي أصدرها من الأخ رئيس الوزراء بفتح البنك المركزي في تعز، حتى اليوم محافظ البنك المركزي يرفض إعطاء قرار بفتح البنك المركزي في تعز لتوريد حتى الإيرادات هذه البسيطة التي الأصل أننا نقف أمامها، لأنها فعلا بسيطة ولا تغطي نفقات مكتب واحد في محافظة تعز. نقول إذا كانت الحكومة تريد أن تربط موظفي تعز بالإيرادات، فلتعلنها صريحة إنها لا تريد أن تسلم موظفي تعز رواتبهم. نقول إن الحكومة تمارس تمييز بين موظفيها، الموظفين الموجودين الآن في عدن وفي حضرموت وفي كثير من المحافظات الجنوبية يستلمون رواتبهم بشكل شهري مستمر. نحن في تعز ندخل الشهر 11 بدون رواتب. للأسف الشديد إن الانقلابيين في صنعاء من وقت لآخر يقومون بصرف ربع راتب، نصف راتب أو ثلث تغذية. للأسف الشديد تعز تضحي وتعطي فلذات أكبادها، تعطي دماء شبابها، تدافع عن الجمهورية، تدافع عن الشرعية، ويكون جزاءها حتى الرواتب. كان الناس يتأملون براتب واحد قبل عيد الأضحى، ولكن للأسف الشديد لم يصرف. أخي، من المآسي المضحكة أنه تم صرف راتب واحد للتربية والتعليم وعلى 4 دفعات، حتى الدفعة الرابعة الآن ندخل الشهر الخامس ولم تصرف الدفعة الرابعة لبعض المديريات.
نقول هناك خلل، فالحكومة تواجه هذا الخلل وليكن لديها الشجاعة الكافية أن تعلن استقالتها أنها غير قادرة على القيام بأعباء الناس، أو أنها توضح ما هي الملابسات الحقيقية لعدم صرف رواتب خاصة أبناء تعز. أيضا نعود إلى رواتب الأخوة في الجيش، نقول إن لم يتم انتظام من رواتب الأخوة في الجيش والأمن، وأقول هنا أيضا الأمن المنضمين الجدد بحدود 3000 في سلك الأمن العام في تعز لم يتسلموا حتى أي راتب حتى اليوم منذ سنتين. نقول كيف نريد أن يحقق أمن؟ كيف نكلم الشباب أو نتكلم مع الناس؟ لا تذهبوا إلى الجماعات المتطرفة ولا تشدوا بعيدا وهم يتضورون جوعا. تعز في ظل انقطاع الرواتب وفي ظل الفقر ستصبح بيئة خصبة للأفكار المتطرفة. نقولها بصراحة للحكومة الشرعية أن تقوم وتتحمل مسؤوليتها تجاه أبناء تعز. أبناء تعز اليوم يدخلون العين وللأسف الشديد، ونعرف بعض الأسر اللي كانت متعففة وكبيرة للأسف الشديد لا تجد قوت يومها. هناك مآسي يتحملها بكل شجاعة رئيس الجمهورية، ويتحملها الحكومة ممثلة بمعالي رئيس مجلس الوزراء، ويتحملها أيضا الأخ محافظ المحافظة أنه عليه الحضور فعلا إلى المحافظة ويقف على ما تعانيه المحافظة. ولا أنا أقولها صريحة على كل المسؤولين في محافظة تعز، إن لم يتم الوفاء بعد عامين ونصف من تصريحات محافظة تعز أن يتم تقديم استقالتهم لهذه الحكومة العاجزة التي لم تستطع أن توفر راتب واحد لمحافظة تعز. نعم، نبيل جامل مستشار محافظة تعز، شكرا لك، كنت معي أيضا من تعز. إذن رحب بمحمد الجماعي المحلل الاقتصادي. محمد، نعم، ماذا عن الدفعة الأخيرة؟ هل هي الدفعة الأخيرة بالفعل من النقود المطبوعة في روسيا أم ماذا؟ وكيف سيكون الصرف ولمن كمتابع؟ نعم، لا توجد آلية واضحة حتى الآن، لا البنك المركزي يعلن عن ذلك، والوكيل تحدث كثيرا عن أن هناك تحفظات للبنك، ويعني كثير من الأوقات لا يصفح عن سبب الصرف هنا وعدم الصرف هناك. ليست هناك آلية واضحة؟ لا، ربما لهم آلية واضحة، لكن أنا انتقدت في مقال اقتصادي سابق عن بنك البنوك لماذا يتعامل مع إنجازاته كخبر صحفي ينشره هنا وهناك، إن تسنى لهم في إعلام البنك المركزي أن يكتبوا شيئا عن هذا العمل، مثل قضية التعويم أو قضية نقل البنك المركزي أو قضية السيولة أو حتى القرار الذي البيان الذي أصدره منصة القعيطي من الخارج. انتقدت كذلك أيضا سكوت البنك عن كثير من التوضيحات، مع أن البنك لو تكلم أو تحدث في الكثير من القضايا لجعل الرأي العام يعني أكثر هدوءا، أكثر ثقة بهذا البنك. المسألة في الأول والأخير هي قضية سمعة، إن فقدها البنك في الداخل وفقدها في الخارج، يعني في الآونة الأخيرة قيمة كل عملة هي قيمة أو سمعة كل دولة وهيبتها وليس قوة اقتصادها فحسب. لذلك نحن كثيرا نطالب البنك المركزي أن يفصح عن كثير من استراتيجياته وخياراته، والبيان الأخير خير دليل، تضامن معه الشعب اليمني بكامله، تضامن معه الداخل والخارج. وربما كان البيان الذي أصدره البنك شكل منعطف في السياسة اليمنية مع الداخل ومع الخارج ومع التحالف. نعم محمد، بالحديث عن سمعة البنك، هل يؤثر الصرف الأخير من النقود المطبوعة على قيمة الريال؟ هل سنشهد تضخم في حال تم الصرف خلال هذا العيد؟ نعم، الملاحظة في عبد الله أنه لا يوجد مجال لتضخم أكبر من الذي هو موجود الآن. الذين تشاءموا من قرار تعويم العملة، والذين تشاءموا كذلك من قرار الطباعة، لكن دعني أحدثك عن موضوع التعويم، لم يؤثر كثيرا على السوق، لم يحدث هناك أي لا توجد أي مؤشرات تقول بأن التعويم كان ضرره بنسبة 10% إلى 20%، كانت كلها تكهنات. وبالتالي أعتقد وكثيرون يعتقدون أن العملة وصلت ربما إلى
يعني مستوى لا يسمح بعد ذلك بالاستفادة منها في حال هبوطها أكثر من ذلك. نعم، التضخم حقيقي الآن وقيمة العملة هي قيمتها الطبيعية لهذا الوضع. نعم، الراهن يعني. نعم، أسعار الدولار لم تتأثر كثيرا، وأسعار الريال بالنسبة للعملات الأخرى ربما يعني الأموال التي سوف تضخ إلى السوق ستساهم إلى حد ما في يعني التأرجح يوما بعد يوم، لكن هناك تأكيدات كبيرة من قيادة البنك المركزي أن التعويم هو جاري فعلا، وأن الدولار سوف يتوفر في السوق، وأن البنك سوف يكون له تأثيره أيضا في يعني عدم الإغراق للعملة المحلية، ويعني مساعدة التجار ومساعدة البنوك والمصارف المتعلقة به في كثير من الجوانب. وأريد أن أشير هنا إلى موضوع العملة، هي منذ عام 95 في قانون المصارف هي لا تقوم على تثبيت سعر العملة بسعر ثابت أمام الدولار والعملات الأخرى، ولا تقوم على التعويم. في فترة ما اضطر البنك لإجراء تثبيت لكي يعني حتى لا تغرق العملة أكثر فأكثر، لكنه الآن عاد إلى الوضع الطبيعي في ظل عجز أصلا. وأنا أريد أن أؤكد أيضا على موضوع أن البنك محاصر وأن الحكومة محاصرة، وربما هذا الحصار أكبر من الحصار العسكري وأكبر من الحصار السياسي في الخارج. محمد، من يحاصرها؟ من يحاصر الحكومة؟ من يحاصر البنك المركزي اليمني؟ هل التحالف؟ البيان التحالف من جهة، ولا أحد يعني يعرف ما هي مبررات التحالف حتى الآن. كانت هناك تسريبات على أن منع الطائرات المحملة بالرواتب وبالأموال هي لمنع تعويم لمنع يعني تدني وتدهور العملة المحلية، لكن ربما هذا العذر لا ينطلي على أحد. أعيد وأؤكد ما قاله نبيل جامل وما تعذر به البنك المركزي بسبب رواتب محافظة تعز أنها مربوطة بالإيرادات. ربما هذا الموضوع معمم على معظم محافظات المحافظات المحررة، وتعز ربما يعني البنك جانب الصواب في قضية معاملة تعز بقية المحافظات لأنها نصف محررة وليست محررة بالكامل، والبنك يسيطر أو الانقلابيون يسيطرون على الموارد. لكن واحد من أنواع الحصار هو أن الإيرادات لا تصل إلى البنك المركزي، كل محافظة تحاول أن تستفيد من مواردها، من مواردها. الانقلابيون من جهة أخرى يحاصرون، وتعلم أن معظم إدارات البنوك العامة والشركات، الإدارة العامة للشركات والبنوك والشركات الصرافة وشركات التأمين والتجارة العامة معظمها في صنعاء، وهذه طبعا والأهم من ذلك هو شركات الاتصالات التي يعني يجد المواطن اليمني نفسه وأنا وأنت شخصيا أخي عبد الله والسامعين مجبرين على دفع يعني أموال يوميا إلى صنعاء عبر شركات الاتصالات، وبالتالي يستفيد منها هناك الانقلابيون. الحكومة تدفع الرواتب، هل سمعنا يوما أن التحالف أسند الحكومة في موضوع الرواتب باستثناء 20 مليون ريال سعودي في بداية في العام الماضي؟ حتى الآن لا يوجد أي مورد خارجي لدعم الحكومة في موضوع الرواتب، وهذا طبعا إذن هذا المسار أيضا محمد حتى ولو صرفت مرتبات شهر شهرين أو لهذا العيد يظل الأمر لا يخلو من مخاطر، يعني فجأة قد نشهد انهيار اقتصادي تام. نعم، وهذا ربما يعني يعيدنا إلى تساؤل مهم، من أين ستأتي الحكومة بالموارد بعد هذه الكمية المطبوعة؟ هناك موارد كثيرة جدا أيضا هو لا يستطيع أن يتحكم بها، مثل يعني تصدير النفط من الموانئ المتاحة حتى الآن، كذلك لم يتح للحكومة ومعها التحالف أيضا لتحرير ميناء الحديدة من أيدي الانقلابيين وتحويله إلى مورد هام، رغم أن الحكومة أبدت يعني تعاطفا وميولا نحو مبادرة ولد الشيخ بأن تورد الإيرادات من ميناء الحديدة لصالح الرواتب ورواتب كل الموظفين في جميع المحافظات الجمهورية. كل هذا لم يتم، وهذا أيضا من ضمن أدوات الحصار التي أطبقت على حكومة الشرعية. نعم، محمد الجماعي الصحفي والمحلل الاقتصادي، شكرا لك، كنت معي من عدن.
إذن أعزائي المشاهدين، أيضا أرحب بمحمود ياسين الصحفي والكاتب اليمني المعروف. نعم، إذن لم نتمكن من الاتصال من ومع محمود ياسين، نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود لمواصلة حديث المساء. ليصلك كل جديد قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب واضغط الجرس ليصلك الإشعار.